انا جبت لحضرتك الدواء مدام. ايه ده، هو حضرتك ما فطرتيش ليه؟ مش عايزه افطر دلوقتي، تعالي عايزه اقعد اتكلم معاكي شويه. حاضر. اقعدي قصادي هنا. لا ما يصحش يا مدام. بقولك اقعدي اقعدي يا صابرين. ايه؟ بقولك اقعدي يا صابرين، ولا اقولك يا مس صابرين احسن؟ مدام انا عايزه افهم، واحده زيك معاها مؤهل عالي وبتشتغل مدرسه موسيقى تيجي تشتغل عندنا ليه وتعمل عليا الافلام دي كلها؟ يا مدام انا انت ليل ونهار عماله تدوري وتدعبسي في الشقه، بدوري عليا اتكلمي. بص هقول على كل حاجه، بس النبي بعتي البتاع ده. بص يا مدام، الحقيقه ان انا فعلا مدرسه موسيقى. واللي جابني عند حضرتك هنا سبب انا مش عايزه اقوله لك، لاني بصراحه كده خايفه عليكي. سبب؟ سبب ايه؟ دكتور شريف اخو حضرتك اتعرض لمحاوله اغتيال. امسكي نفسك يا مدام ما تقلقيش، دكتور شريف كويس، هو دلوقتي في المستشفى وان شاء الله هيخرج ويبقى زي الفل. حبيبي يا شريف، عشان كده لما بكلمه ما بيردش علي. رضا كان اخر واحد عند الدكتور شريف، كان بيحكي له عن المصايب والبلاوي اللي بتحصل والناس ما بتعرفش عنها حاجه في المستشفى، وحصلت الحادثه وهو هناك. رضا هو اللي طلب الاسعاف وانقذ حياته، واخر حاجه قالها الدكتور شريف كان اسم حضرتك والعنوان هنا. احنا ساعتها ما فهمناش اي حاجه لحد ما فهمنا بالصدفه، وده اللي خلاني جيت لحضرتك هنا اعمل دور الشغاله. كنا بنحاول نوصل لاي حاجه لحد ما حضرتك قلتي قدامي على موضوع الشنطه اللي الدكتور سابها لك قبل الحادثه بشويه. اهي الشنطه دي بقى هي اللي جابتني هنا انا ورضا. امي حالا نمي هدومك وامشي من هنا، ومش عايز اشوفك لا انت ولا اللي اسمه رضا ده ابدا تاني نهائي، انت فاهمه؟ امشي. حاضر. تعالي بحال يا رب، يا رب دي البنت اللي طلعت بيها من الدور شفها من عندك يا رب، شفها من عندك يا رب. دكتور طمني يا دكتور. كله خير ان شاء الله. يعني يا دكتور، يا دكتور رضا، طمني يا رضا، بدي اخبرها ايه؟ اقعدي شويه يا ماما. انا مش تعبانه يا رضا، طمني على البيت. اقعدي بس شويه، انا عايزه اتكلم معاكي. اقعدي. بص يا ام امال، الكلمتين اللي انا هقولهم لك دول للاسف ما لهمش طريقه سهله يتقالوا بيهم، لازم يتقالوا زي ما هم كده. خير يا رضا، بنتي مالها؟ أمال حالتها بقت متأخرة أوي، ولازم نعمل العملية بسرعة، لأن إحنا لو ما عملناش العملية ما تقوم يا جابر، أنت يا راجل هتفضل نايم كده كتير. عايز انا اقوم اروح على فين يا جمالات؟ روح يا حبيبي شوف اكل عيشك، شوف شغلك، وبعدين اللي حصل حصل، والنومه بتاعتك دي لا هتقدم ولا هتاخر. انا خلاص ما بقاليش وش انزل الحاره من بعد كل الناس ما عرفت ان بنتي طفشت، وانا تربوش مش عارف طريقها فين. وهم كانوا هيعرفوا منين لولا عملتك السودا وخناقتك مع رضا؟ يعني كنت عايزاني اسكت لما عرفت ان رضا عارف طريقها فين؟ انت هتستعبطني يا راجل انت؟ انا عارفه ان هي وازده من سليمان، واديك فضحت نفسك في الاخر ما عرفتش حاجه. او ده اللي حصل. صابرين. السلام عليكم. السلام عليكم. كنت فين يا بنت؟ انتي كنت تقير على حل شعرك فين بقالك اسبوع؟ كنت زي فين يا بنت الكلب؟ انا ما كنت ساعة في حتة، انا كنت مع جوزي في ايه؟ جوزك؟ جوزي على سنة الله ورسوله. بتقول ايه؟ طب وين بنات المسلمين؟ بقتلك يا لهوي يا لهوي يا لهوي، هتودي نفسك في 60 درجة عشان بنت زي دي؟ عادي يا وليه؟ انا ما غلطتش في حاجة يا ناس، انا عملت اللي ربنا قال عليه حلال، ولاده
غلبانة عليمة ضحك على البنت وغلط معاها. غلط معاها ايه يا ابو عقل ده اللي منه؟ دي مراته حلاله وانت دلوقتي مالكش حكم عليها. انت ايه ما بتشطرش غير على الولاية؟ كلامك مع رضا لما يرجع وبقى السلاح بقى وعدك منه. يلا يا بنت انت مالكيش وعد هنا. جرى يا حليب انت بتقول بنت على بقى ولا ايه؟ بقول لك ايه يا وليه انت لم نفسك حكيمانة كيف عندي ضرب النسوان ولو ما خرستيش هجيبك من شهرك واكنس بيك سلامي من البيت. سامع ولا لا؟ يلا يا بيت خش لم بقيت حاجتك وانا واقفه لك هنا. لا مفيش حاجه تخرج من البيت ده. ولو حبيت تخرجي اخرجي بطولك مفيش ولا حته غرقه تاخديها معاكي. وانت من النهارده لا بنتي ولا نعرفك. حوش حوش جاتك ست النيله. هو انت عمرك جبت لها حاجه يا منيل؟ ده غير الالافات اللي بتاخدها على قلبك قد كده منها يا والواد وبتصرفها على السخام اللي انت بتدفعه. جاتك نيله. يلا يا بنت يلا يا بنت تمشي من هنا بلا اعرف تعيشي مع الناس دي ازاي. يلا يا بنت سيبها لهم مخدره ياكش تولعوا جاتكوا ست النيله ادفوا. شريف رد علي يا حبيبي. لو حصل لك حاجة أنا مش ممكن أقعد في الدنيا دي بعدك دقيقة واحدة. الدكتور قال لي لما الحالة تستقر هيسفروك يعالجوك بره وأنا كمان هسافر معاك. مش هسيبك ثانية واحدة بعد كده أبدا. أشرف عمل العملية أنا كلمت مراتك وطمنت عليها. أنا صالحتها عشان خاطرك. شريف يا حبيبي رد عليا مين اللي عمل فيك كده؟ يا مدام يا مدام أرجوكي كفاية كده أنا كده هتأذي. يا مدام هو إن شاء الله هيخف وهيبقى زي الفل. عشان خاطري تعالي معايا أنا هتأذي. لا يا مراد انا مش معاك. باريس دي اجمل بلد في اوروبا. انا رحتها كذا مره في المؤتمرات يا اخي. بحب ايطاليا اكتر. لا يا انكل انا كمان مختلف معاك. يمكن بطبيعه شغلي انا سافرت كتير بس لا باريس باريس ليها طعم تاني. ده انا بفكر اخد شقه واستقر هناك. ولا ايه رايك يا منى؟ مش عارفه والله انا ما رحتهاش قبل كده. لا بجد عمرك ما رحتي باريس قبل كده؟ لازم اخدك معايا المره الجايه. بس ده بعد اذن حضرتك طبعا يا انكل. لا هو انا اصلا ما بفكرش في موضوع السفر ده خالص دلوقتي. اصل امنيه يا شادي ما بتفكرش في حاجه غير دراستها. شكلك موس مذاكره يا امنيه. وانت طبعا مالكش دعوه بالموضوع ده نهائي. لا محدش يصدق انا طالع ال 28 على الدفعه. اه صح بس الدفعه كلها كانت 30 واحد. ابتدينا. على فكره يا امنيه الحياه في اوروبا حاجه تانية خالص تحفه احلى من هنا بكتير. لو جربتي هتحبيها قوي. لا يا طنط التجربه اللي انا عشتها وانا صغيره مش عايزه اولادي يعيشوها. انا عايزاهم يتربوا هنا. بعدين ما اقدرش اعيش بعيد عن بابا وماما. ايه يا امنيه الجو القديم ده؟ ما بابا وماما ممكن تطمني عليه من طريق الموبايل. الموبايل ممكن يعرفك اخبار الناس اه لكن مش هيخليك تحس بيهم ولا يعوضك عن لمتهم. انا بصراحه ما بحبوش خالص. معلش ده تليفون مهم لازم ارد. طب ما الموبايل شغال اهو بنتصل بناس وبتكلمنا و ايوه امنيه انت فين؟ انا وصلت الكافيه. اسكت يا ابني انا اتدبست تدبيسه زي الزفت عند انكل فاضل. انكل فاضل تاني يا امنيه؟ انت ايه اللي وداكي تاني هناك؟ احنا مش كل قلنا بلاش. يا ابني اسمعني بس انا رحت لبابا المستشفى عشان اتكلم معاه في موضوعنا زي ما اتفقنا بالظبط بعيد عن ماما. لسه هتكلم لقيتها داخله علينا اتاريهم معزومين على الغدا هنا فطبعا كان لازم اجي معاهم. ولازم ليه يعني يا امنيه؟
ما كنت اتحججت باي حاجه وما رحتيش. هقول لها ايه يعني؟ ما هي عارفه ان انا ما عنديش محاضرات النهارده. طبعا زمانك اكلتي وشبعتي وهتيجي هنا تقولي مش قادره اكل معاك. والله ابدا ما حطيتش اي حاجه في بقي خالص. انت بس ما تتغداش وانا شويه كده وهسيبهم واجي لك على طول. والاخ الغتت اللي اسمه شادي ده موجود عندك؟ يا دي شادي اللي عامل لك هسس في دماغك ده. يا ابني ده ادفع شخصيه شفتها في حياتي، ده متخلف. ايه يا موني انت فين يا حبيبتي؟ عايزين ياكلوا مش عايزين يطلبوا الاكل من غيرك. انت بتكلمي مين؟ حاضر يا مامي جايه على طول والله. طب يلا بليز يلا. بقول لك ايه، انا لازم اقفل دلوقتي. ها اوعى تاكل حاجه، انا جاي على طول. بحبك، باي. يلا يا نسمة يا ماما يا نسمة. ايه في ايه؟ انتوا متربسين الباب من جوه ليه كده؟ هقول لك. صابرين؟ انت جيتي امتى؟ وايه اللي جابك اصلا؟ اصل ماما اتخانقت مع عم جابر عشان كان نازل ضرب في صابرين وجابتها تقعد معانا هنا. طب سيبينا لوحدنا يا نسمة لو سمحتي. حاضر. ايه يا صابرين؟ ما هو يعني نسمة اللي انت قاعد في البيت ده عشانها قلت لها سيبينا لوحدنا شوية يا نسمة. انت البعيد ما عندكش دم؟ معلش انا اسف، هو عمل لكم كوبايتين شاي. ما ترميش ودنك يا عاطف. في يا صابرين؟ امل عرفت كل حاجه وطردتني. يا نهار اسود ومنيل. انا شرحت لها الموضوع كله وهي حره بقى يا رضا. احنا كده عملنا اللي علينا وزياده، كفايه بقى لحد كده. نفوق لنفسنا شويه يا بابا، احنا عندنا هم ما يتلم. يعني ايه؟ والدكتور شريف اهله موجودين وهم عارفوا كل حاجه، هم اولى بيه بقى. يعني انت عايزاني اتخلى عنه وصابرين؟ افرط في الامانه اللي سابها لي واسيب اللي حاولوا يقتلوه عايشين كده عادي؟ بقول لك يا رضا، انا مش ناقصه حكم ومواعظ وديني ومعبد. لو ما شفت حل في المشكله اللي احنا فيها دي اللي مش عايزه تتحل ابدا، لكم والله افرحها وخلصانه من الدنيا دي. اهدي طيب، اهدي يا صابرين، انا هتصرف. قولي لي بس، انت قلتي لابوكي كنت فين الفتره دي كلها؟ قلت له ان احنا دخلنا يا رضا. قلت له ان احنا دخلنا، ما انا كان لازم ارتاح من الزن بقى بتاعه هو ومراته ده. طب ده كلام يا صابرين، معقوله تقولي له كده؟ ما له حق يهد الدنيا طبعا. يعني كنت عايزني اقول له ايه يا رضا؟ وبعدين دمك لحقتني من تحت ايده وهو خلاص كان هيجيب رقبتي. امي؟ هي فين امي صحيح؟ يا ست استني هنا، رايحه فين؟ اوعى كده سيبني انا مرات اخوك. ما عنديش امر حد يخش الفيلا. انت هتسيبني ادخل ولا اعمل لكم فضيحه وجرصه قدام الناس؟ انا هقول له كلمتين وامشي. طب استني هنا، ادي له خبر واجي لك تاني. اديله. ما تتحركيش. مش هتنيل. دوقوا ورق عنب هيعجبكم قوي على فكره. تحفه، الباستا كمان تجنن. تسلم ايديكي. سيوة احنا عايز حضرتك بره. انا مش فاضي قبل حد دلوقتي. انت مش شايفنا قاعدين نتغدى؟ ما تقلقش يا فاضل. انا واكله بيتي قبل ما اجي. ومش هاخد من وقتك كتير. بعد اذنكم يا جماعه. التندوري هيجيلك. ممكن افهم انت عايز ايه؟ لما بنت اخوك تيجي بيتك وتتهزق وتطرد وتمشي دمعتها على خدها، يبقى لازم اجيلك عشان افكرك يا فاضل. حليمة، الكلام ده ما يصحش دلوقتي، انا عندي ناس. بقى مراتك يا فاضل تشتم نسمة وتهزقها وتطردها من بيتك قدام خطيبها، كانت فين مراتك دي وانت قاعد عندنا بولاء عاطل ومش لاقي شغل؟ وانا باكلك واشربك واغسل لك هدومك وطبطب عليك. نسيت يا فاضل لما كنت تيجي تشتكي لي واقول لك هتفرك؟ واهو فرجت اهو من واسع. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا حليمة؟ والله ما كنت ناوية اقوله ابدا، انما انت ومراتك اللي خليتونا اجي لحد هنا عشان افكرك يا فاضل ان العز اللي انت فيه ده احنا لينا فيه وانت عارف. ولا نسيت التاكسي وحتة الارض اللي باعهم اخوك الله يرحمه واداك فلوسهم؟ يا دي التاكسي وحتة الارض، احنا مش هنخلص من الفيلم ده. لا مش هنخلص. فين فلوسهم يا فاضل؟ ده انت ما كلفتش نفسك مره تسال على حد من ولاد اخوك تطمن عليهم حتى. احنا مش عايزين منك حاجه، الله الغني عنك وعن غيرك.
ابو رضا الله يرحمه ما سابش فلوس صحيح، بس ساب رجاله اللي هم احسن من الفلوس. امال جايه وعامله الغيره دي كلها ليه؟ جايه اقول لك كلمتين تفهمهم كويس قوي. انا حاطه في قلبي من ناحيتك وساكته، انما اولادي لو قربت لحد منهم مش هيحصل طيب. اوعى تستضعفني وتقول دي وليا غلبانه وبتخرف. لا، انت عارفني كويس قوي يا فاضل، انا لو حطيتك في دماغي ورحمه الغالي اهدي لك كل اللي انت عمال تبني وتعلي فيه ده من الحرام، الا عيالي يا فاضل اوعى تقرب منهم، فاهم؟ انت عارف يا فرماوي ان جاسر بيه ده مش شخص عادي، لا ده بيزنس مان كبير جدا، واحنا لينا معاه مصالح فوق ما تتخيل. اللي هتنقل له الكليه ده بقى اخوه شقيقه، عشان كده احنا عاوزين كليه باي ثمن. يا دكتور يا دكتور، الدنيا ملبشه اليومين دول وما بقاش في حد يتضمن، وساعتك عارف المتبرعين في الاول يجروا ورانا ويبوسوا الايدين والرجلين عشان يتبرعوا، اول ما يفشوا الفلوس يجروا يفضحونا ويعملوا نفسهم ضحايا. شوف حد غلبان منكسر هتبقى مصلحه ليه ولينا كلنا. هو في حد غلبان ومنكسر اليومين دول يا دكتور؟ طب العمل فرماوي، الراجل واقف عرضنا، هنعمل ايه؟ سيب على الله يا دكتور، انا في دماغي حكايه كده، لو لفت هتلاقيني جايب المطلوب وجاي لك لغايه عندك. المهم ترد عليا بسرعه، الوقت مهم يا فرماوي والمريض تعبان جدا. ماشي يا دكتور، بس انا اسف يعني بسرعه دي هتكلفك زياده شويه. يا اخي تتكلف زي ما تتكلف، جاسر بيه ما بيهموش الفلوس. ماشي تعال هنا. نعم. انت فين الرقبه والايد والحاجات اللي بتعملها دي؟ يا باشا ما جابتش نتيجه والواد خد براءه، هو تعذيب وخلاص. ايوه بس كده ممكن حد يشوفك يقولوا ايه؟ اعلى مفخلهم يركبوه. احنا يا باشا سايبين على الله. سلام عليكم. صدق يا جابر، انا كنت عارف من الاول ان الواد رضا ده هو اللي مخبيها. يا صابرين تعرف تروح هنا ولا هنا؟ دي متربيه من البيت للمدرسه ومن المدرسه للبيت. والله يا عج سليمان انا كنت هموتها، لولاش جمالات شدتها من تحت ايدي. تموت ايه يا مجنون؟ افرض موتها ودخلت السجن ولا خدت اعدام، يبقى عملنا ايه يا صاحبي؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. ربنا ياخدها ويريحنا منها. لا ربنا ياخدها ايه؟ ما تقولش عليها كده يا اسطى. ربنا ياخد اللي مقويها ومعصيها على ابوها ومخليها تخرج عن طوعه يا اخي. كان يوم اسود يوم ما وافقت على كتب كتابه عليها. كان عقلي فين بس يا ناس؟ احنا فيها. اللي اتكسر يتصلح يا صاحبي. يتصلح ازاي يا حاج؟ ده دخل عليها، يعني خلاص بقت مراتي. بالحلال، واحنا بتوع الحلال. والطلاق ده مش حلال برضه يا جابر ولا ايه؟ ابغض الحلال، بس حلال اذا استحالت العشره بينهم. تفتكر يعني الواد رضا هيرضى يطلقها؟ هيطلقها. اعلاء الطلاق بالثلاثه اللي يطلقها. وحياه شنب ده ولا يبقى على مره اللي يطلقها. هي كبرت في دماغي بقى يا جابر وتربزت معايا. انا مش عارف ابص في وشك ازاي يا حاج، مش لعيب خلق لا سمح الله، انا مكسوفه منك. لا يا اخويا انت وشك كسوف قوي. طب ما انا لما جيت طلبتها منك كنت عارف انها متجوزه ومكتوب كتابها وانا لسه شاري، بس انت ابن سوق وفاهم كده. عدالها بقى 70. نعم اخويا، بس احنا اتفقنا كان 90,000 جنيه. لا يا حبيبي ده كان الاول كده، الوضع اختلف. هو انت لما مؤاخذه لما تروح تشتري عربيه زيرو زي ما تشتري عربيه مستعمله برضو؟ ايوه بس الواد اتجوزها 2 فقط لا غير، وبعدين دي استعملته بيه، رحت بهدلته ومسحت به البلاط قدام الناس اللي كانوا عنده. خدت لك حقك وما همنيش، كان هين عليا اطبق في زماره رقبته اطلعها في ايدي. الواطي الدون يا ماما، وطي صوتك قبل رضا يسمعك. يا لهوي، هو جوه يا بنتي وانت سايباني عماله اهلل؟ مش تقولي لي سأل عليا؟ اه يا خالتي سأل، واحنا قلنا له انك نزلتي شاطرين. يلا السلام عليكم. رايح فين يا رضا؟ هكون رايح فين يعني يا امي؟ رايح المستشفى. مستشفى؟ وايه الشنطه اللي في ايدك دي؟ بس انا جمعت كل النبطشيات اللي عليا وحبات في المستشفى اليومين دول. تبات في المستشفى؟ ليه؟ وفيها ايه يعني يا امي؟ ما انا معاكم طول النهار، حبات في المستشفى بالليل بس. انا قلت يعني عشان اسيبكم على راحتكم. يعني ايه الكلام ده يا رضا؟
هو انا مجيتي هنا هتخليك تسيب البيت وتمشي؟ ايه ده يا ابني، انت مصعبها على نفسك ليه بس؟ ما هي محلول، انت تاخد مراتك وتنام في اوضتي، وفريد بينام مع اخوك في اوضته، وانا واختك نفرش هنا بره وننام. طب وبالنسبه للباشا اللي مشرفنا؟ باشا مين؟ عاطف. بتقول حاجه يا بيه؟ اسكت يا عاطف. حاضر يا بيه. هخليه ينام مع اخواتك في اوضته. انا مش فاهم بس انت عايزه تدربيك الدنيا ليه يا امي؟ الحكايه ما فيهاش حاجه، كلها سواد الليل، انا مش مسافر يعني. انا حاسه ان وجودي معاكم هنا في البيت حمل تقيل عليكم، وانتم مش ناقصين. ما بس بقى يا بنت، هتقعدي تقوقي قدام جوزك في عروسه تقفل جوزها القفله دي ليله دخلتها؟ ايه حكايه ليله دخلتها دي يا حليم؟ هتخشوا هنا يا رضا غصب عن عين التخين. ها بقول لك ايه يا بنت، انتي كل يوم بقى بعد ما تستحمي تاخدي جردل للميه وتروحي تكبيه قدام باب الموكوسه ابوكي. ايه خالتي اللي بتقوليه ده؟ ان صدقتي ولا ايه؟ دول كلمتين بس كده كنت بقولهم قدام ابويا ومراته عشان اخلص من زنهم في موضوع العريس اللي هما جايبينه ده، انما الحكايه دي لسه بدري عليها. ليه يا راح امك؟ ده جوزك وليه حقوق عليكي لازم تديها له. خلاص بقى يا حليمه، يعني وبالنسبه لحكايه الحقوق دي انا متنازل عن حقوق الليلادي، وسيبوني بقى عشان ما اتاخرش على المستشفى. السلام عليكم. يو ودي يا ريت. سلام يا حليمه. رايح فين يا ولا؟ سلام. بعقلك ينيلك وقت بقى في حد يسيب لقطه القشطه دي ويروح يبات في المستشفى حته من ابوه. كويس ان عملته الست الشرشوحه دي، انا كنت بنص هدومي قدام الناس. يعني هو كان بمزاج يا شويت؟ ما انت شفت بنفسك، انا مش عارف ازاي نطت قدامي فجاه كده. انت لازم تغير طعم الحراسه ده كله. حاضر حاضر هيحصل، بس قولي لي مراد ومراته حسوا بحاجه؟ مش عارفه مش عارفه، انا قلت لهم دي ست غلبانه وجايه تاخد معونه. شفت شفت لبسها كان عامل ازاي ولا شكلها؟ شفت يا ستي شفت حاجه تكسف. بس ايه حكايه بنتها اللي انت هزقتيها دي؟ انت شفتيها فين؟ ده سبب ما جاياها بقى يا سيدي. بنتها بتشتغل كوافيره وكانت حبوه الشعر المصري، بس انا اديتهم لها، كنت عارف انها بنت اخوك، بس سبحان الله قلت الادب ولسانها طويل وتنحى زي امها بالظبط. اسمع يا فاضل، الموضوع ده مش مريحني. قصدك ايه يا شروط؟ الناس دي كلها غل وحقد من ناحيتك. عندك حق، دي كانت بتكلمني وانها بتطلع شرار كانها عايزه تقتلني. كانها عايزه تقتلك؟ ده انت قلبك ابيض قوي. الست دي واولادها ليل نهار بيدعوا ربنا انك تموت يا فاضل. يا حبيبي احنا لازم نكون واقعيين، انت ما بتخلفش، يعني كل الخير اللي عندنا ده لو جرى لك حاجه هيروح ليهم هم. انت ما عندكش ورثه شرعيين غير ولاد اخوك. مش هيطولوا مني مليم واحد. انا عايزاك تامن مستقبلي انا وولادي. طبعا الاعمار بيد الله، بس انا مش عايزه يجي اليوم اللي الست دي واولادها يطردوني برا القصر ده. مش هيحصل. بالراحة، واحدة واحدة، محدش بيجري وراكي على فكرة. هموت من الجوع. ما هو باين ما شاء الله قطر. أنت بتتريق عليا؟ طب جرب كده تقعد على سفرة فيها 70 صنف وأنت هتموت من الجوع ما تمدش إيدك. وأنت ما مدتيش إيدك ليه؟ عشان آكل معاكي يا جلس. بقول لك خد الحتة الحلوة دي. على فكرة أنا شفت مامتك النهاردة. شفتيها فين؟ جات لأنكل فاضل البيت. انتي اكيد غلطانه، ماما عمرها ما هتروح له البيت. جات له والله يا ابني، وانا لقطت كل حاجه على طول. اول ما شافها كانه شاف عفريت بالظبط، كانت طايحه فيه جامد جدا وهو كان بيحاول يسكتها، بس طبعا مفيش امل. يعني انا ما سمعتش تحديدا هم قالوا ايه، بس هو كان في نص هدوء. انا قلت لك من الاول يعني ان احنا ناس شعبيين وعلى سجيتنا. ماما ست طيبة قوي واللي في قلبها على لسانها. يا ابني دي قمرة قمرة، ده انا حبيتها جدا. وعمي ما قالكوش دي تطلع مين؟ مش بالظبط يعني، وقعد يقول شوية تبريرات هبلة كده، بس طبعا انا كنت لقطة كل حاجة عشان عارفة هي تبقى له ايه. كل بقى. يلا. طيب قوي فاضل ده يا مراد، ما كنتش
متخيله ان انسانه قوي بالشكل ده. شفت ست البلد اللي جت النهارده عماله تشلق وتقل في ادابها وتعلي صوتها، كانت فيري فالجر، هو سو ديسنت، مع انها يعني جايه تاخد حسنه. انا مش فاهمه الناس اتغيرت كده ليه، يكرهوا الواحد في عمل الخير. والله ما عارف يا فاتن، انا حاسس كده ان هو يعرفها كويس وهي كمان تعرفه كويس. ما هو مش ممكن واحده طالبه حسنه تخش عليهم بالجرأة دي. طب سيبك من الكلام ده، انت ما حسيتش بحاجه النهارده يا مراد؟ حاجه ايه؟ شادي، شادي ما نزلتش عينه من على الامنيه طول الغدا. لا بقول لك ايه، امنيه فاضل لها سنتين وتتخرج، مش عايزين نغيرها بالحاجات دي. انت اللي بتقول كده يا دودو، ده احنا اتخطبنا في سنه ثالثه. بيني وبينك الولد اللي اسمه شادي ده حاسس يعني انه مش راكز، خفيف شويه. بالعكس، ده هو ده اللي هيساعدها. انا عايز لها واحد فاكك كده مش معقد يعكن عليها ويقرفها. بقول لك يا دكتوره من فضلك قفلي على الموضوع ده، خلي البنت تركز وتشوف مذاكرتها. نحلي جاي المي اليوم، يلا يلا نعبي بسرعه. يلا يلا ايه يلا حطيها هون. ماشي. نبى انا ما عارفه ازاي بتطيقوا تتفرجوا على المسلسلات الهندي دي. ليه يا صبوره دي جميله قوي؟ هو ايه اللي جميله قوي؟ ده البطل في اول حلقه يقول البطله بحبك، يقعدوا طول الحلقه يبصوا لبعض يبصوا لبعض، وفي اخر حلقه تروح قايله له وانا كمان. دي حاجه تجيب تخلف عقلي. ما تبصش يا فريد يا حبيبي اللي يجي لك تخلف، انت مش ناقص. ما تبطل رغي انت وهي بقى، خلونا نركز. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبي. اهو فهمي جه اهو، حضرنا يا فهمي. بدي منك المسلسلات الهندي دي بتفكرك بالكابتن ناجي بتاع زمان لما كان يشوط الكرة واحنا في سنه اولى ويجيب الجون واحنا في سنه سته. ماما بعد اذنك عايزك في موضوع. حاضر يا حبيبي، هاجي لك في الفصل. فصل ايه يا ماما؟ بقول لحضرتك عايزك في موضوع. حاضر يا فهم، هسيب كل حاجه هو جه وراه. من كل الله دايما قرفني كده. نسمة، هو فهمي نفض لي ولا متهيألي؟ نفض لك. خير يا سيفة؟ سيبتني المسلسل ليه؟ اللي انت عملتيه ده يا ماما. عملت ايه؟ اللي وداك عند عمي. اه انت عرفت؟ وانت عرفت منين؟ إيه؟ هي لحقت نزلت في النشرة؟ يا ماما رد عليا، ايه اللي وداك هناك؟ رحت افش غل يا فهم، رحت اطلع اللي جوايا. انت ما تعرفش هو ومراته عملوا ايه في اختك؟ نسمة كمان راحت هناك؟ في ايه؟ احنا مش كنا قفلنا الصفحة دي خلاص يا ماما؟ نروح نعمل فضايح قدام الناس ونقل قيمتنا ويفتكروا اللي احنا بنتمحك فيه؟ ده احنا في عز الظروف الصعبه اللي مرينا بيها لا رحنا له ولا عبرناه. هو انا رحت اشحت منه ولا مديله ايدي؟ وبعدين انت عرفت منين؟ ده ما حدش يعرف ان انا رحت له غير نسمة وصابرين. الناس اللي كانوا عنده هناك شافوكي. الناس اللي كانوا عنده. وانت بقى بتستعر مني يا فهمي؟ كسفتك وعريتك قدام الناس اللي كانوا عنده؟ هم اكيد ما وصلش كده حضرتك، بس يعني ويطلعوا مين بقى الناس اللي كانوا عنده؟ واحده زميلتي في الكليه كان معاها باباها ومامتها. والشمنوله زميلتك دي عرفت منين بقى ان انا بامك يا عين امك؟ مكتوب على صدري ام الدكتور فهمي. انا يعني كنت حكي لها على كل حاجه. حكي لها؟ هو انت بتروح الكلية عشان تحكي ولا تتعلم يا دكتور؟ أسره، يا ريت تبقى تقول لزميلتك اللي انت بتحكي لها ان احنا كده، ده وضعنا ودي حياتنا اللي ربنا قسمها لنا. ولد عارف انك روحت لعمي؟ لا ما يعرفش، بس هيعرف ويجي يبسفني بكلمتين زي ما انت عملت دلوقتي. ما انا ملطشت العيلة دي، ابوكوا مات وسابنا اتلطم في الدنيا. استغفر الله العظيم.